مرحب بحضراتكم معانا مرة تانية. ومصر حصل فيها ايه النهاردة؟ النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة للمواطنين دعا خلال هذه الكلمة إلى النزول إلى لجان الاقتراع والاحتشاد بقوة أمام اللجان لتنفيذ الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق، وقال: أدعوكم أن تحتشدوا من أجل الوطن، احتشدوا من أجل كل شهيد قدم روحه، احتشدوا من أجل كل طفل ينتظر منا مستقبل واعد. ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الشباب، اختص الشباب، ودعاهم أن هم يكونوا في طليعة يوم الاقتراع، وقال: أنتظر من الشباب أن يكونوا أو أن يكون المحرك الأساسي لهذا العرس. وكمان الرئيس السيسي كعادته اختص المرأة لما لها من قوة وتأثير على العملية الانتخابية وعلى البيت وأسرتها. دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي المرأة إنها تشارك في التصويت ورسم لوحة وطنية تليق بوطننا. وأكد السيسي على أهمية هذا الاستحقاق اللي هينتج لنا، هيصدر لنا، هيخرج لنا السلطة الرقابية والتشريعية اللي هتكون صوت الشعب. ووصف المجلس أنه هيكون وجهتنا أمام العالم كله، هنا انعكاس لإرادة المصريين، وأنه بيمثل أو هيمثل ضمير الأمة وحصنها. تعالوا معا نستمع لجزء من كلمة الرئيس السيسي النهاردة ودعوته لجموع المصريين للمشاركة في العملية الانتخابية اللي بدأت من امبارح في الخارج وتبدأ في مرحلتها الأولى غدا في مصر. أدعو جميع المصريين للنزول إلى لجان الاقتراع والاحتشاد بقوة مرة أخرى لتنفيذ استحقاقنا الأخير الذي توافقنا عليه. أدعوكم جميعا رجالا ونساء، شبابا وشيوخا، فلاحين وعمالا من كافة ربوع الوطن، احتشدوا من أجل الوطن واحتفلوا باختيار ممثليكم وأحسنوا اختياره. احتشدوا من أجل شهيد قدم روحه، من أجل وطن يليق بنا، ومن أجل طفل ينتظر منا أن نصنع له مستقبلا واعدا. اصطفوا أمام لجان الانتخابات وازرعوا بأصواتكم الأمل في غد مشرق لمصرنا الجديدة الواعدة بكم. أدعوكم إلى استشعار ما يحيق ببلدنا من تحديات ومخاطر تستهدف تقويض ما حققناه سويا وما نأمل في تحقيقه من أجل مستقبل أبنائنا. وإنني أدعو شباب مصر أن يكون في طليعة يوم الاقتراع، فشبابنا بحماسه وأخلاقه قادر على أن يحسم الأمر لصالح الوطن. أنتظر من شباب مصر أن يكون هو المحرك الأساسي لهذا العرس الديمقراطي. كما أدعو المرأة المصرية أيقونة العمل الوطني ورمز التضحية من أجل الوطن. أدعو الأم والزوجة والأخت والابنة، وبحق كل امرأة مصرية قدمت الأب والابن والأخ والزوج شهيدا من أجل الوطن. أدعوكن للاصطفاف والنزول للتصويت ورسم لوحة وطنية تليق بالأسرة الوطنية المصرية. أدعو المصريين في الخارج، سفراءنا الوطنيين، أن يتوجهوا إلى مراكز الاقتراع ويبرزوا للعالم كله شكل مصر الجديدة وإصرار شعبها على ممارسة الديمقراطية، فأنتم جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الشعب العظيم.